ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين في باريس اليوم جلسة ضمت رؤساء وممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لبحث آليات التعاون بين الدول وشركات التكنولوجيا لوقف استخدام التكنولوجيا والإنترنت كأداة للترويج للفكر المتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب. وركزت الجلسة التي عقدت قبيل قمة نداء كرايست تشيرش على التصدي للتطرف على الإنترنت والتحديات الأمنية المرتبطة باستغلال المتطرفين للتكنولوجيا. وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون بين الجميع في التصدي لمحتوى التطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت، خصوصا بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في آذار الماضي، الذي أودى بحياة العشرات من الضحايا من بينهم 4 أردنيون. وقبيل الجلسة بحث جلالة الملك ورئيسة وزراء نيوزيلندا مواصلة التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين البلدين لمحاربة خطر الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو السيد أحمد الزغور المدير الإقليمي لمنظمة بيس كيكس لمكافحة التطرف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي. سيد أحمد أهلا وسهلا بك في نشرة الثاني. سيد أحمد، الإنترنت أصبح الآن قناة لخطاب الكراهية وللترويج للتطرف والإرهاب، بالتالي كيف يمكن ضبط هذه الحالة؟ هلا صراحة من الصعوبة بمكان ضبط هاي الحالة، ولكن المعادلة هون بتصفي على رفع وعي المجتمع بالتعامل مع الانترنت ومع هذا الفضاء الواسع، ومحاولة انتاج نحكي محتوى معتدل متسامح عربي بيسهم برفع الوعي وبيسهم بفتح الآفاق قدام المجتمع ليفكر اكثر بالخطابات الموجودة وبخطاب الكراهية الموجود. هلا وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت زي ما أنت حكيت منصة كثير كبيرة وفضاء كبير جدا، من الصعوبة بمكان ضبط كل الأشخاص الذين بيتعاملوا أو بيرفعوا معلومات أو بيقدموا بيانات ومعلومات، ولكن نستطيع بمقاربة أخرى أن نرفع وعي المواطن ليصير أوعى بتعامله مع هاي المعلومات. طيب أستاذ أحمد، اليوم كان هنالك لقاء لجلالة الملك ورئيسة وزراء نيوزيلندا مع كبرى الشركات العالمية. نعم. لشركات التكنولوجيا العالمية خصوصا المختصة بالإنترنت وشركات مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. هل المشكلة تكمن في عدم ضبط هذه الحالة، حالة التطرف وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، تكمن تقنيا فقط لغير؟ لا، هلا تقنيا جزء منها. يعني على الشركات العالمية سواء بنحكي عن الفيسبوك جوجل أو كل المنصات الكبيرة الموجودة اللي بنستخدمها بشكل شبه يومي إحنا وأطفالنا وعائلاتنا والناس اللي نعرفهم، عليها جزء من المسؤولية، عليها جزء من المسؤولية إنها تحاول قدر الإمكان تضبط نوع المحتويات اللي يتم مشاركتها على هاي المنصات، ولكن في جزء كثير كبير على الأشخاص أو على الناس بنوع طبيعة المحتوى اللي بيقوموا بمشاركته. هلا في جزء يعني زي ما حكيت في جزء على وسائل التواصل الاجتماعي او على الشركات الكبيره هاي، وبعضها خصصت برامج خاصه للتعامل مع الاشاعات الرومرز او المس انفورميشن المعلومات المضلله خلينا نحكي، اللي بتساهم بنشر مفاهيم كراهيه وبتعمل زي استقطاب او بولاريزيشن في المجتمع. نعم. طيب استاذ احمد، نود ان نوه لك وللساده المشاهدين اننا بعد قليل سوف نكون عبر شاشه قناه المملكه في تغطية لقمة نداء كرايست تشيرش في العاصمة الفرنسية باريس، وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين، وذلك لبحث التصدي للإرهاب وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا يضم هذا الاجتماع كبرى رؤساء الشركات العالمية المختصة بالتكنولوجيا وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي. بالعودة إلى ضيفي أحمد الزغول، أستاذ أحمد، كما قلت أن الموضوع ليس تقني بل يتعلق بالتربية الشخصية وأيضا بزيادة الوعي، ولكن أيضا هنالك مشكلة في إيضاح وتوضيح معنى خطاب الكراهية وحتى الترويج للفكر المتطرف، عدم إيجاد معنى محدد هذا قد يمنع ضبط هذه الحالة بشكل أو بآخر. نعم صحيح. هلأ بتفق معك تماما أنه هذا المفهوم هو جديد نسبيا كمفهوم أو حتى كأدوات التواصل الاجتماعي أو الديجيتال تولز الأدوات الرقمية، هي جديدة نسبيا على المجتمع الأردني أو على المجتمع العربي بشكل عام، خصوصا أنه في السابق، يعني أعطيك مثال بسيط، في السابق كان إذا بده ينتشر إشاعة في المجتمع
كانت تاخذ وقت، يعني تاخذ لها اسبوعين ثلاثه الناس يزوروا بعض ويحكوا مع بعض ويصير في التقاءات محدده في المجتمع. حاليا الاشاعه بحاجه لخمس دقائق فقط لتنتشر. هلا الاداه تغيرت، الادوات تغيرت، ولكن نحن بحاجة لشوية، يعني بدنا نراجع شوي المحتوى الثقافي الموجود، الإنتاج الثقافي والمعرفي اللي بنرفعه على هاي الوسائل، أو اللي بنحاول أو اللي الناس كلها، ما هي بالآخر هي نتاج ما يحصل في المجتمع الواقعي، يعني هي مش منفصلة تماما عن المجتمع الواقعي. ولكن احنا بحاجة لنرفع الوعي بأهمية المحتوى العربي المعتدل المتسامح. بدي أحكي لك إحصائية بسيطة. عم نحكي إحنا عن 80% من المجتمعات العربية أو الشعوب العربية غير ناطقة بأي لغة أخرى. هلأ المحتوى العربي على الإنترنت أقل من 7 بالعشرة بالألف، هو يعني أقل، هو محتوى قليل، محتوى قليل جدا. ولسه الفرصة بإيدنا ذهبية إحنا حاليا لنحاول نضبط طبيعة هذا المحتوى ونرفع درجته ونرفع نساهم بالإنتاج المعرفي اللي بالآخر هو راح يكون الأداة الوحيدة. يعني من هون أنا بتخيل من هون لعشرة 15 سنة أو مع التقدم التكنولوجي الهائل وكمية المعرفة الناتجة من المجتمعات بشكل عام، راح يكون في عدد مهول أو كمية هائلة من الديتا أو المعرفة موجودة على المواقع الإلكترونية، وراح تكون هي المصدر الأساسي وشبه الوحيد. يعني بديش أعمم بس بدي أحكي راح تكون هي من أهم المصادر لانتهال أو للحصول على المعرفة. إذا ما بلشنا هلأ باستراتيجية واضحة لرفع المحتوى والعلوم والمعرفة العربية ومحاربة الخطاب الكراهية اللي يوجد. طب برجع لسؤالك أحمد، كان سؤالك كان عن تعريف خطاب الكراهية. هلأ غير متفق عليه، الموضوع نسبي وما في أبحاث عميقة، خلينا نحكي بالمجتمعات العربية أو بالمجتمع العربي أو بالأردن، خلينا نحكي ما في، يعني ما تم سبر أغوار، خلينا نحكي هذا الموضوع، ولم يعطى حقه بشكل كافي. هلا يوجد خطابات كراهيه، علينا تنقيح التراث العربي اللي موجود. هلا خطاب الكراهيه مش بس نوجد، هلا هو موجود على طول الوقت، ولكن هلا انتشر بشكل اكبر نتيجه وجود وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجه وجود الوسائل الرقميه. طيب هذا اللي ساهم استاذ احمد، قلت زياده الوعي لدى حتى يعني من يعبر عن رايه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن البعض يقول حتى خبراء النفس ان من يعبر عن رايه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن رايه الشخصي، قد تكون هنالك ميول الى اراء اخرى احيانا هل غير الواقع، هل هذا صحيح؟ وهذا بالتالي يعني يصعب من عمليه ضبط هذه الحاله الموجوده عبر الانترنت. هلا صراحه كمان بيعتمد على الطريقه اللي بتشكل فيها وعي الانسان في مجتمع ما. هلا نحن في المجتمع الأردني في عوامل محددة لتشكيل وعي الناس أو الطريقة اللي بيفكروا فيها بموضوع معين، طريقة معالجة المعلومات والتفكير فيها على سبيل المثال، ونتيجة محدودية المعرفة باللغة العربية المتوافرة ونوعيتها اللي إذا بتسمح لي أحكي شوي لا تليق بالمستوى بثقافتنا ولا تليق بإرثنا وحضارتنا ومساهماتنا العالمية وإنتاجنا الفكري والثقافي. فتصبحت مصادر المعرفة محدودة، زي ما حكيت لك 80% منا ما بنحكيش لغات ثانية، ما بنعرف، ما بنطلع على مصادر معرفة مختلفة. زائد عنا نوعية غير لائقة في، يعني بدي أحكي إنه غير مناسبة للمعرفة اللي عم تنتج حاليا، فلازم نركز أكثر على إنتاج معرفة محتوى عربي بيحترم العقل العربي أو بيحترم العقل الأردني وبيخليه يفكر أكثر وبيخليه متصالح أكثر ومنسجم أكثر مع مجتمعه. أعود لضيفي هنا في الاستوديو السيد أحمد الزغول المدير الإقليمي لمنظمة بيس كيكس. سيد أحمد أهلا وسهلا بك من جديد في نشرة الثانية. هذه القمة التي تعقد اليوم باعتقادك، أهمية هكذا قمم ليعني إيجاد حالة تقنية وحتى فكرية لمحاولة مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب عبر الإنترنت؟ نعم، هلا الموضوع اصبح هو عالمي، يعني وموضوع اصبح مزعج لكل الدول ولكل المجتمعات لكل الشعوب، وكان في حاجه ملحه لانه بعض القاده من العالم انهم ياخذوا مبادره ويسلطوا الضوء على هذا الموضوع لحتى ينفتح بعدين المجال للاكاديميين والاشخاص ذوي الاختصاص بالعمل على هذا المجال. فهي مبادره كثير مهمه، واجتماع جلاله الملك عبد الله اليوم بباريس بتراس هذا الاجتماع نتيجة أحداث اللي صارت بكراست تشيرش مع نيوزيلند وفرنسا، هو إشي كثير مهم، وهو يعني دليل واضح على أنه في اهتمام من هذا المستويات من الدولة الأردنية، وبنفس الوقت أنه يا جماعة لازم نسلط الضوء على هذا الموضوع ونشتغل لأنه الموضوع عم بيكبر بزيادة، ولأن أصلا يعني آخر العمليات الإرهابية التي وقعت كثير من حتى المصادر الأمنية تحدث أن التمويل كان عبارة عن
عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الانترنت، وايضا التحريض والتجنيد ايضا. صحيح. استاذ احمد، يعني صحيح. كثير من التجنيد، كثير ممن نفذوا العمليات الارهابيه في مختلف من مناطق العالم تجندوا عبر افكار من اناس مشبوهين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالتالي هذه النقطه في غايه الاهميه، قضيه التجنيد. صحيح. والتواصل مع اشخاص مشبوهين، كيف يمكن التوعيه لها؟ هلا يعني شوي بدها رقابه من الاهل على ابنائهم على اليه استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الرقابه بحد ذاتها ليست كافيه، بحاجه لرفع وعي الابناء والاجيال الشابه والاشخاص المستهدفين اللي ممكن يكونوا عرضه للتجنيد بخطوره الفكر المتطرف، بخطوره الفكر الارهابي. هلا التجنيد على الانترنت بيصير بطرق مختلفه تماما، يعني مش بس انه تشات على واحد من المواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او انستغرام او 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 سكايب، او حتى ممكن يدخل ببعض الالعاب الالكترونيه. بعض الالعاب الالكترونيه بتسمح لمستخدمينها انهم يتواصلوا مع بعضهم البعض، فالجماعات الظلاميه المتطرفه بتستخدم بعض المنصات زي الالعاب زي اللي ممكن يكون صعب من صعب مكان الوصول للرقابه على المحادثات. يعني هذه نقطه اهميه، حتى يمكن يعني تجنيد احيانا بعض الاشخاص في اماكن لا يمكن توقعها، مثل يعني الالعاب. يعني الذي يدخل الى الالعاب لا يكون لديه النيه أن يبحث عن أشخاص مشبوهين أو حتى البحث عن هذه الأفكار، عكس ما قد يكون شخص يبحث أصلاً عن هكذا أفكار. عن هذه الأفكار. وبنفس الوقت كمان في عنا بالمجتمع بنفس في عوامل يعني هامة لازم نسلط الضوء عليها كمان، اللي هي في عوامل تبعد الأفراد عن مجتمعاتهم وتدفعهم للانضمام للجماعات الإرهابية، اللي هي بسموها البوشينج فاكتورز، اللي هي زي مثلا ممكن التحميش، عدم المشاركة، ضعف الاعتراف بأهمية الشباب ودورهم بالمجتمع، غياب استراتيجية. كثير في عوامل بسموها العوامل الدافعة، وفي العوامل الجاذبة اللي هي برضو كمان بتكون من الجماعات المتطرفة اللي بسموها بولينج فاكتورز، أو العوامل التي تسحب الشباب أو تسحب الأشخاص الفيرنبل أو المعرضين لهذا الشيء الهشين، خلينا نحكي شوي، اللي انهم يشاركوا بهاي الجماعات الطرفية زي الاغراءات الماليه، البراندنج اللي بيستخدموه او التكنولوجي اللي بتستخدموها. نعم. كمان وصولهم لهاي الالعاب، فهم كمان بيشتغلوا بطريقه كمان من تحت الطاوله بطريقه ظلاميه جدا، وعندهم خططهم. فلازم احنا كمجتمعات وكاشخاص بيعملوا على انه نشر مفاهيم التسامح والتقبل في المجتمع، ان يكون برضو عندنا استراتيجيه واضحه بتجمع جميع الجهات اللي بتشتغل على هذا الموضوع. نعم. طب استاذ احمد، يعني ايضا درج مؤخرا حتى تمويل الارهاب، دائما يكون هنالك محاربه تمويل الارهاب، حتى من الناحيه الواقعيه هناك محاربه لتمويل الارهاب عبر البنوك، عبر التحولات الى غير ذلك. صحيح. من يعني خطوات الان محاربه تمويل الارهاب عبر الانترنت، كيف يمكن ان يكون خصوصا بعد العمله الالكترونيه بيتكوين وغيرها من العملات، كيف يمكن ضبط هذه النقطة بالتحديد؟ هلا هاي بحاجة لأن الدول ترجع تراجع كمان وتعمل استراتيجيات واضحة لمجابهة هذا الموضوع. هلا البيتكوين هي عملة رقمية تم إنتاجها، وكانت وفكرة من شخص معين طلع، وكانت قيمتها كثير قليلة وصار عليها طلب كثير، والسوق بحد ذاته نظمها ووصل سعرها بمراحل معينة لأكثر من 12 ألف دولار للعملة الواحدة. وهي العملة بيستخدمها الأشخاص بالغالب المشبوهين، خلينا نحكي. هلا لا يعني إنه كل من استخدم البيتكوين هو مشبوه، ولكن يستخدموها في المواقع المظلمة بيسموها أو الدارك ويبس، اللي هي بيصير عليها صفقات لبيع الأسلحة أو التجارة بالبشر أو بيع الأعضاء أو إلى آخره. وهي المواقع غير خاضعة للرقابة، ومن الصعوبة بالمكان الوصول لهاي المواقع الظلامية اللي بيسموها دارك ويبس زي ما حكيت. هلا تمويل من خلال البيتكوين بحاجة ليكون في تشريعات ناظمة. التشريعات الحالية الموجودة بالدول العالم بالوطن العربي خلينا نحكي أو بالعالم بشكل عام بحاجة لأنها تطور شوي لتقدر تستوعب هذا التغيير الهائل اللي بصير بالتكنولوجيا. بدي أحكي لك بس معلومة بسيطة إذا بتسمح لي. فضل. كمية المعرفة الإنسانية اللي أنتجت منذ نشء البشرية ولغاية عام 1800 تضاعفت بالعشر السنوات التاليات، وكل حاليا كل عشر دقائق تتضاعف كمية المعرفة بالعالم. فبحاجة للمشرعين والأشخاص اللي المسؤولين عن التشريعات الناظمة أو تنظيم الأمور الاجتماعية والآخرية، بحاجة ليكونوا دائما up to date أو مواكبين التطور الهائل بشكل دائم. نعم. لأنه بمرحلة معينة ممكن يصير في فجوة يتم استغلالها من قبل. طيب. هاي الجماعات. يعني طيب أستاذ أحمد، أود يعني من خلالك وأيضا أود أن ننوه للسادة المشاهدين أنه يعني جلسة أو قمة نداء كرايسيس تشير سوف تعقد بعد نحو ثلاثة
ساعات، هذه القمة التي تعقد بعد نحو 3 ساعات في العاصمة الفرنسية باريس، سوف تعقد بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين لبحث مواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت وأيضا التصدي للتطرف والإرهاب. أشكر ضيفي الذي كان معي الحديث أكثر حول هذا الموضوع سيد أحمد الزغول المدير الإقليمي لمنظمة بيس كيكس. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا.